طيب، هل تراجع يعني عدم مشاركة إمام عاشور في مباراة الذهاب أو في مباراة سيمبا في العودة، أو ظهوره كمان في مباراة امبارح وهو كان متألق مع النادي الأهلي منذ طبعا مشاركته مع الفريق، ده كان ليه تأثير على النادي الأهلي بشكل أو بآخر؟ وان هو طبعا كان راجع حسب ما تم الاعلان عنه بشكل رسمي انه غاب عن مباراه الذهاب لانه كان مصاب، وفجاه لقيناه موجود في مباراه العوده. هل يعني امام عاشور بقى اصبح هو محور اداء النادي الاهلي في الفتره الاخيره؟ بص، رضا عبد العال جاب لك من الاخر قبلها ب 48 ساعه، قال لك لو حصل كذا مش هيحصل كذا. بالظبط. لو ما حصلش، وطلع كلامه كله صح. يعني عشان ياخد حقه 300% مش 100%. تمام. طبعا امام عاشور لعيب كبير جدا جدا جدا. امام عاشور وزيزو وفتوح افضل ثلاث لاعبين كوره في مصر. فعلا؟ كتير كويسه. بص، افضل ثلاث لاعبين مواهب عظيمه في مصر. فتوح، امام عاشور، زيزو. في غيرهم درجاتهم اقل منهم بقليل، لكن مش قادرين يوصلوا لهم. يعني محمد عبد المنعم على مستوى كونه مدافع عنده مقومات المدافع بنسبه تتخطى ال 80%. ال 80%. بعض المشاكل احيانا بالرجل الشمال، بعض المشاكل احيانا في الثقه الزياده فبيتورط فممكن تحصل مشكله، بعض المشاكل في العلاقه مع الزملاء في رده الفعل، لكن لعيب كبير. رغم انه لعيب كبير كده لكن ما يجيش 60% من ابراهيم سعيد. تخيل بقى اللي كان عظيم قوي ده، ولكن المنتاليتي بقى طبعا والظروف والدنيا ده موضوع تاني خالص.